طلع ان هم كذابين، لان المستشار الديني لاكبر قياده في الدوله تحدى وقال انا مستعد اناظرهم كلهم يقعدوا في كفه وانا في الكفه اللي قبلهم وهزمهم ان شاء الله. يبقى فين بقى ده راجل ممثل الدوله؟ يعني هم تقولوا ايضا كمان على القياده، تقولوا ايضا على الدوله والقياده، لان الدوله مهتميه بعنصر الدين وبتتكلم عن البركه وبتتكلم عن فضل ربنا علينا وبتتكلم على ان كل اللي عملناه انما هو من كرم الله وليس بقدره الانسان. طب كيف نوفق؟ هل مقبول الاعتراض على اي نص من نصوص الشريعه الاسلاميه قرانا وسنه من غير متخصص ام غير مقبول؟ غير مقبول. طب ماذا نصنع في غير مقبول واذا صمم ان يتكلم فيه؟ هل تجلس معه؟ جميل. واجب كان اجيب عاوزين تجلس معاه الذي يجب علينا ان نعلمه المنهج. شوف سيبك انت من حته القضيه اللي بيثيرها، لان ده تمام انا معاك، ده نوع من الذكاء الاعلامي او الذكاء العلماني في ان هو يقدم قضيه ويشغلك فيها، وللاسف بيقع فيها من يتعرضون لمجابهتهم. ولا اعتقد ان الازهر يرسلهم، ناس ضعاف الشخصيه ما عندهمش معلومات فقهيه كامله، متخصص في الدعوه فما عندوش قدره على المناظره. انا اعرف شباب واحترمهم، مش عايز اقول اسماء، الضيوف الذين يذودون عن الشريعه. نعم. تقصد ضعاف جدا، عمري ما شفته الا القليل ومن الشباب المعاصر، مش عايز اقول اسماء. نعم. انا اعرف شابا لديه قدره على الجدل والمناظره معهم، بحيث بيبكوا في نهايه الحلقات بيبكوا، لكن كتير جدا قاعد ما هوش عارف يساله السؤال ما يعرفش يجاوب عليه. طب ايه الايه اللي بتقول كده؟ ما يعرفش عارف. طب ايه السياق كذا؟ هو شرعا بدايه، يعني نختم به الحلقه ونواصل في حلقه قادمه. نعم. هل يجوز لاي مسلم كائنا ما كان بغض النظر عن درجته العلميه؟ نعم. ان يدلي بدلوه في الشريعه الاسلاميه قرانا وسنه بما تحتويها من علوم؟ ما معنى الادلاء بالدلو؟ يقول رايه. رأيه في ايه؟ ما احنا قلنا يا جماعة احنا مقسمين الموضوعات في الفقه الاسلامي بأمر ربنا وبنظامه في تكوين القرآن الى قسمين. ما بلاش تكوين دي. كويس. لا حلو حلو. في آيات القرآن، في تشريع القرآن. انا ودايبك ودايبك بس. كلمة جميلة. في تشريع القرآن. نعم. واخد بالك؟ نعم. في مجمل، في مفصل. يبقى انا اتكلم في المجمل وما اتكلمش في المفصل، ما هو موجهني ربنا عامل لي خريطه اهو. يعني افهم من حضرتك في نهايه الحلقه، اذا تحققت فيه الشروط اللي فضلتك تفضلت بها وعلمتنا اياها في الحلقه، ايوه اهلا به ونعم يتكلم. نعم. وتكلمه. نعم. اذا لم يتحقق شرط لا يتكلم، اقول له تعالى معلمك. جميل قوي. وافهمك علشان ما تغلطش بعد كده، وبعد كده ابقى اناقشك في القضايا والشبهات اللي عندك. طيب انما تجبرني على ان انا اناقش القضايا بتاعتك من الاول وكانني مسلم بها، هذا مرفوض. في ثانيه واحده، من المسؤول عن خروج هذه الاصوات عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي؟ كتير، اسباب كثيره، بس اهمها اسباب داخليه على رؤساء الاعلام، والاعلام ماذون له بان يفعل ذلك، لانه اللي بيتكلم زي انت ذكرت بعض الاسماء، واحد عنده 6 ساعات إعلامية في الأسبوع من حقه يقول فيهم اللي عايزه، ومحدش بيقول له عيب اللي انت بتقوله. نعم. وبعضهم قال احنا واخدين تصريح من القيادة. القيادة بان احنا نتكلم، بدليل ان هم قالوا لنا روحوا اعملوا المؤتمر بتاعكم في المتحف الإسلامي الجديد، في المتحف المصري الجديد. طلع ان هم كذابين، لان المستشار الديني لأكبر قيادة في الدولة تحدى وقال انا مستعد اناظرهم كلهم يقعدوا في كفه وانا في الكفه اللي قبلهم وهزمهم ان شاء الله. يبقى فين بقى ده راجل ممثل الدوله؟ يعني هم تقولوا ايضا كمان على القياده، تقولوا ايضا على الدوله والقياده، لان الدوله مهتميه بعنصر الدين وبتتكلم عن البركه وبتتكلم عن فضل ربنا علينا وبتتكلم على ان كل اللي عملناه انما هو من كرم الله وليس بقدره الانسان. طب كيف نوفق؟